احنا الحرب اللي انا جايبه انا شخصيا هو استرجاع الكرامه. احنا ما دام فيه مداخل اضافيه ان شاء الله السنه هذه، التزم برفع الاجور ورفع حتى العلاوه نتاع البطاله، امور ممكن كانت مدبره. اليوم النيه الحسنه والروح الوطنيه العاليه خلات العمال تاع سوناطراك اللي نحييهم من ابسط عامل الى القياديين تاعهم على الشيء اللي هم يقوموا به